اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين. صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم. وقلت وأنت أصدق القائلين. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونصلي ونسلم على نبيه ورسوله محمد الذي أرسله إلى الثقلين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على الدوام، ولك الحمد على التمام، ولك الحمد في البدء والختام. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. نحمدك أن أوجدتنا من العدم، وفضلتنا على سائر الأمم. سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا، سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان من تكرم بفضله فلم يترك أحدا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.
وسابقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن المهانة إلى الكرامة، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الإساءة إلى الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا إلهنا
ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف القلق، دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. لا إله إلا أنت، سبحانك لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا خافض لما رفعت، ولا رافع لما خفض، ولا باسط لما قبض، ولا قابض لما بسط، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا راد لفضلك، ولا معقب لحكمك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،
واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم في اليمن وفي العراق وفي بورما وفي مصر وفي السودان وفي فلسطين وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليلة المباركة أن تنصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم اجعل كيدهم في ضلال وأمرهم في سفال ومكرهم في وبال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم يا ذا الجلال والإكرام، وانصر إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المظلومين، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم، ومظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، إلى من تكلهم، إلى بعيد يتجهمهم، أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب علينا وعليهم فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في أرض الشام، اللهم انصر إخواننا المظلومين في أرض الشام، اللهم أمن خوفهم وسد جوعتهم وكفكف دمعتهم، اللهم ضمد جراحهم ضمد جراحهم ضمد جراحهم، فك حصارهم فك حصارهم فك حصارهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار وحزبه يا قوي يا متين. اللهم لا تقم لبشار وأعوانه على أرض الشام راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في الأرض المقدسة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة المعتدين، اللهم إن الصهاينة قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبدائع صنعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا في الصهاينة يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وأقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في المسجد الأقصى آمنين منتصرين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسجد الحرام والمسجد النبوي، اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم من أراد الحرمين الشريفين بمثقال ذرة من سوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأخزه كما أخزيت أبرهة وجنده يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من الجماعات الضالة والمناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، اللهم احفظهم من الغلو والجفاء، اللهم احفظهم من التكفير والتدمير والتفجير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا شهر البركات والرحمات قد تقارب تمامه، وتصرمت لياليه الفاضلة وأيامه، اللهم من كان منا محسنا فيه فأعنه على الإكمال، ومن كان مقصرا فاختم له بالإنابة والاستغفار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة، أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، وجد علينا بأوفر الحظوظ من رضوانك، وارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيانك. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات، وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة، ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات، واستجب منا صالح الدعوات.
اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك ووقوفنا بين يديك وتضرعنا إليك. اللهم طهر قلوبنا من الأدناس، وأعذنا من شر الجنة والناس، واحفظنا من شر كل بلية أو باس. اللهم اغفر للمعتكفين، اللهم اغفر للمعتكفين، اللهم حقق لهم آمالهم وتقبل منهم عكوفهم. اللهم اغفر للقائمين على شؤون هذا المسجد، اللهم اغفر للقائمين على شؤون هذا المسجد. اللهم بارك لهم في أموالهم وأولادهم، واجزهم عنا خير الجزاء، واجعلهم مباركين أينما كانوا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، ها نحن قد أمسينا في بيت من بيوتك المباركة، وفي ليلة من أفضل الليالي، وعند ختم كتابك العظيم، وعند ختم كتابك العظيم. اللهم ها نحن نرفع أكف الضراعة إليك، ندعوك فاستجب لنا، ونسألك فأعطنا، ونستغفرك فاغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. اللهم فاقبل توبتنا، وامحو حوبتنا، واغفر زلتنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا، علمك فينا سابق، وقضاؤك بنا محيط، وأمرك علينا نافذ. أطعناك بعلمك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك. اللهم فبرحمتك ثبِّت خوفك في قلوبنا، حتى لا نرجو سواك ولا نخاف غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا لا نثق إلا برحمتك، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. اللهم إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء المستجيرين المستغيثين، الخائفين الوجلين القلقين، المعترفين بذنوبهم والمقرين بها. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومعلمينا وسائر قراباتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل
ممدود يا رحيم يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرخص أسعارنا وغزر أمطارنا وطهر سرائرنا واقض ديوننا واجمع على الهدى شؤوننا وارحم أمواتنا واسمع أصواتنا وحسن أخلاقنا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا وقلوب أولادنا وبناتنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.